بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب فتح باب العناية العلامة الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله حكم هدية الخطبة، يعني هذا نسأل عنه كثيرا، أن الإنسان أيام الخطبة يقدم هدايا لمخطوبته من مال، من ثياب، ربما من طعام، ربما من جوال مثلا، أو تاب، أو كمبيوتر، لابتوب مثلا، أو إلى آخره هدايا. فهذه الهدايا هل هي من المهر أم ليست من المهر؟ سيأتيك تفصيل الجواب الآن. لما لا يتم الزواج يحصل خلاف بين أهل الزوج وأهل الزوجة، هذه الهدايا أرجعوها إلينا، لا هي ليست لكم، هذه ليست من المهر، إنما هي من المهر أو ليست من المهر، هدية غير هدية. الآن سيتكلم الشيخ عن حكم ذلك. قال: إن بعث إليها، إن بعث إليها أي امرأته، بعث إلى امرأته شيئا، هو قال إن بعث إليها، يعني بعث إلى امرأته مالا، قال شيئا يعني من الذهب أو فضة أو من العروض، أرسل لها جوال مثلا أو ثياب أو غير ذلك، نعم، قبل الزفاف أو بعدما بنى بها، أرسل لها هدية، أرسل إلى امرأته شيئا، يعني ولم يذكر، لم يذكر أن هذا الشيء الذي أرسله لها هل هو من المهر أو ليس من المهر. قال هذه، ولم يقل هدية حتى، لم يقل هذه لك، هذه لفلانة خطيبتي أو زوجتي، وكما قلنا هذا في بداية الأمر، نعم. يقال يعني من باب الدعابة، رجل ذهب هو وخطيبته إلى المحكمة ليثبتان العقد، هكذا عندنا في الشام في المحكمة الشرعية، لتثبيت العقد في دوائر الحكومة. عندكم أين يثبتونه في بلادكم؟ لا يثبت العقد عند الدولة؟ الدولة يجب لك المجلس الشرعي، هم عند الدولة، تمام، ذهب لتثبيت النكاح عند الدولة، وهما صاعدان على الدرج، فإذا بها يعني كادت أن تقع، أمسكها وقالها: يا حبيبتي ويا عيني، كدت أن تقعي على رزقك، على مهلك، على مهلك. فلما ذهبا وثبتا العقل وانتهى الأمر وهما نازلان، كادت أن تقع، فقالها: هل أنت عمياء؟ ألا ترين الدرج بين قدميك؟ فلما كانا صاعدين لتثبيت النكاح كانت عينه وروحه، فلما ثبت النكاح وانتهى لا حول لا قوة إلا بالله. هذا لا يصح، ينبغي أن تكون زوجتك عينك في كل مراحل حياتك، نعم. قال: إذن إن بعث إليها أي إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية، فقالت هي هو هدية، يعني حصل الآن خلاف، وقال مهر أو هو من المهر، فالقول له مع يمينه، القول قوله مع يمينه، يعني إذا لم يكن لها بينة، إذا لم يكن لها بينة فالقول قوله مع يمينه. أما إذا أقام كل منهما بينة، هو أقام بينة على أنه من المهر، وهي أقامت بينة على أنه هدية، قال: فبينتها مقدمة على بينته. واضح؟ أقاما
إذا لما قال فالقول قوله فالقول له مع يمينه متى؟ إذا لم يكن للزوجة بينة على أنها هدية. فإذا أقاما أقام كل منهما بينة فبينة الزوجة مقدمة على بينة الزوج. قال لأن التمليك استفيد منه فكان أعرف بجهته، كما لو أنكر التمليك أصلا. وكان الظاهر أنه يسعى، الظاهر أنه لما أعطاها هذا المال هذه الهدية ليه؟ هو يسعى في إسقاط ما في ذمته، في ذمته المال. فلما أعطاها الذهب أو العروض أو أي شيء، الظاهر أنه يريد إسقاط ما في ذمته. قال إلا فيما هيئ للأكل، إلا فيما هيئ للأكل، ليس كل مأكول فقط، إلا ما هيئ للأكل، مثل كالخبز، لأن يعني الخبز يومين ثلاثة أربعة يفسد. والشواء يعني اللحم المشوي، والشواء يعني أرسل لها صحن هكذا وعاء مليء بالكباب إلى آخره، واللحم المطبوخ، والفواكه التي لا تبقى، والفواكه التي لا تبقى. فإن القول لها في ذلك، يعني أرسل لها خبزا شواء لحما مطبوخا، وقالت هذا ليس من المهر، فالقول قولها، القول قول، هذا الاستحسان، القياس أن يكون القول قوله. ليه قوله؟ ليه؟ لأن الظاهر كما قال قبل قليل أنه يسعى في إسقاط ما في ذمته. إذن قال هنا القول قولها، قلنا وهذا استحسان، بخلاف الحنطة والعسل والسمن والجوز واللوز، يعني ونحو ذلك مما يبقى شهرا فما فوق. فالقول قول الزوج، فالقول قول الزوج. قال لأن الظاهر يكذبه، لأن الظاهر فيما لو أعطاها ما هيئ للأكل كالخبز والشواء واللحم المطبوخ، الظاهر يكذبه، لأن هذه الأشياء لا تبقى. فهمنا قوله أن الظاهر يكذبه، لأن الظاهر يعني إيش؟ في المسائل التي ذكرها أولا كالخبز والشواء واللحم المطبوخ والفواكه التي لا تبقى. أما الحنطة وما شابهها القول فيها لمن؟ للزوج، القول للزوج. قال والقول قول من يشهد له الظاهر، القول قول من يشهد له الظاهر. وقال بعض المحققين يعني الكمال ابن الهمام، والذي يجب اعتباره في ديارنا، يعني في الديار المصرية، أنه هو الشيخ الكمال ابن الهمام مصري ومدفون في المقطم إلى جوار سيدي ابن عطاء الله السكندري، أن جميع، هل ذهبت يا مجاهد إلى زيارته؟ ما ذهبت؟ ذهبت لزيارة الشيخ ابن عطاء الله السكندري؟ ما ذهبت؟ إن لله وإنا إليه راجعون. كيف تصح صلاتك؟ قال أن جميع ما ذكر من الحنطة، هذا كلام من؟ كلام الكمال. أن جميع ما ذكر من الحنطة والدقيق والسكر وباقيها يكون القول فيه قول المرأة، لأن المتعارف في ذلك كله إرساله هدية. هذا العرف كان في زمانه في مصر، فالظاهر مع المرأة لا معه، ولا يكون القول له إلا في نحو الثياب والجارية، يعني لو أرسل لها جارية هدية. نعم، انتهى كلام الكمال، هنا انتهى كلام الكمال ابن الهمام. قال ابن نجيم في البحر،
قال متابعا قول الكمال ابن الهمام بعد أن نقل كلام الكمال ابن نجيم بعد أن نقل كلام الكمال ابن الهمام قال وهذا البحث يعني الذي الكلام الذي ذكره الكمال ابن الهمام موافق لما في الجامع الصغير فإنه قال إلا في الطعام الذي يؤكل إلا في الطعام الذي يؤكل فإنه أعم من المهيئ للأكل وغيره. فالمذهب الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى أن كل ما يؤكل هو يعتبر هدية، أما ما لا يؤكل كالثياب فهذا إن ادعاه أنه من المهر صدق لأن الظاهر يشهد له. وهناك كلام طويل حول هذه المسألة، كذلك صاحب النهر الفائق تكلم في هذه المسألة وغيره كذلك. الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى ذكر هذه الأقوال كلها وبعد ذلك كعادته ذكر الحاصل من هذه المسألة. وقال الفقيه أبو الليث المختار أن ذلك الشيء يعني الذي قدمه الزوج للزوجة إن كان مما لا يجب على الزوج فالقول قوله، وإن كان مما يجب عليه بعد العقد مما يجب عليه بعد العقد كالخمار والدرع فالقول قولها لأن الظاهر يكذبه. وفي الذخيرة جهز بنته وزوجها، جهزها يعني اشترى لها الجهاز ثياب وغير ذلك التي تأخذها الزوجة معها إلى بيت زوجها، جهز بنته وزوجها ثم زعم أن الذي دفعه إليها ماله، يعني زعم أن هذا الجهاز إنما كان من ماله، يعني كأنه يقول لابنته أعطني ثمن هذا الجهاز، وكان على وجه العارية عندها يعني وقال للزوج هذا الذي أنا أو قال لها هي هذا الجهاز الذي زففت ابنتي به وذهبت به إلى زوجها كان عارية مني أنا اشتريته من مالي وليس من مالها وهو ليس لها، وقالت هو ملكي جهزني به، أو قال الزوج ذلك بعد موتها يعني قال الزوج بعد موت زوجته هذا الجهاز هو ملك زوجتي أنت جهزتها به من المهر الذي أنا أعطيتها إياه. فالأب هنا يدعي على ابنته أن هذا الجهاز له وإنما هو عارية، أو يدعي على زوج ابنته بعدما ماتت ابنته أن هذا الجهاز له وأنه كان عارية عند ابنته. فالقول قولهما قول الزوج وقول البنت دون الأب، لأن الظاهر شاهد بملك البنت إذ العادة دفع ذلك إليها بطريق الملك، يعني حتى ولو كان الأب من ماله العادة أنه يدفع هذا الجهاز إلى ابنته مملكا لا معيرا لها، ليس على سبيل العارية وإنما على سبيل التمليك. وحكي عن علي السغدي بالغين وليس بالفاء أن القول قول الأب، أن القول قول الأب لأن ذلك يستفاد من جهته. وذكر شمس الأئمة السرخسي في السير الكبير نحو ذلك، وقال قاضي خان إن كان الأب من الأشراف والكرام يعني من علية القوم، كان من علية القوم من سادة القوم قال لا يقبل قوله إنه عارية، وإن كان مما لا يجهز البنات بمثل ذلك
قبل قوله، يعني إن كان الأب ممن يعير ولا يجهز قبل قوله. فينظر إذن إلى الأب، إلى حال الأب، ما هو حاله؟ وقال الصدر الشهيد المختار للفتوى: إن كان الأب يدفع جهازا لا عارية كما في ديارنا فالقول قول الزوج، وإن كان العرف مشتركا فالقول قول الأبي. يعني العرف بعض الآباء يرسلون الجهاز على وجه التمليك، وبعض الآباء يرسلون الجهاز على وجه العارية. قال: فالقول قول من؟ الأب. أما إذا كان العرف السائد أن الأب لا يرسل الجهاز إلا مملكا فالقول قول البنت أو قول الزوج. قال: فصل في نكاح الرقيق والكافر. قال: نكاح القن وهو العبد الذي ليس فيه حرية بوجه. ما هو القن؟ هو العبد الخالص. المدبر ليس قنًا، المكاتب ليس قنًا، أم الولد ليست قنة، غير ذلك. قال: نكاح القن ونكاح المكاتب والمدبر والأمة وأم الولد بلا إذن السيد موقوف، موقوف على إذن السيد. إن أجاز السيد نفذ، إن أجاز السيد نفذ، وإن رد بطل، وأجازه مالك بدون إذنه. ولنا قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. ما هو نعت هذا المملوك؟ أنه لا يقدر على شيء. والنكاح شيء من الأشياء، والقرآن يقول العبد المملوك لا يقدر على شيء، ليس له سلطة على شيء. قال: والنكاح شيء فلا يملكه العبد بنفسه. فهمنا وجه الاستدلال أحبابنا كيف؟ قال: وما روى أبو داود الترمذي وقال حديث حسن من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان اليوم سبحان الله ذكر الأحاديث كان قليلا، ولم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذا. أظن هي أول مرة تمر معنا الصلاة على النبي. لما هكذا؟ سبحان الله، رجلس لا صلاة على النبي فيه تجده جافيا. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. قال: بغير إذن مولاه، فدل على أن العبد لا يملك الزواج، وإلا لما نعته بأنه زان. قال: أي زان. دل هذا الحديث بإشارته أن العقد غير جائز، أن العقد غير جائز، إذ لو جاز العقد لم يكن العبد، يعني لو جاز العقد لم يكن العبد بالوطء زانيا شرعا. ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال: وإذا أذن المولى بالتزويج لعبده، أذن المولى بالتزويج لعبده فتزوج هذا العبد، بيع القن للمهر. يعني هذا عندنا عبد قن، أذن له سيده بالزواج فتزوج، من أين يدفع المهر؟ دفع
تعلق المهر برقبته، فقال بيع القن للمهر، يعني باعه سيده ليدفع المهر، فإن امتنع السيد من بيع العبد قال باعه القاضي بحضرته، بحضرة من؟ بحضرة السيد، بحضرة السيد، إلا إذا رضي أن يؤدي قدر ثمنه. إذن يشترط لبيع القاضي العبد أن يكون السيد حاضرا موجودا. ليه؟ قال لاحتمال أن يفتديه، لاحتمال أن يفتديه، فإن افتداه لا يملك القاضي أن يبيعه. واضح أحبابنا الكلام؟ قال بيع القن للمهر. قال وكذا المكاتب إن عجز عن الكتابة، إن عجز عن الكتابة، المكاتب تزوج وعجز عن المكاتبة، يباع، يباع بعد العجز، بعد العجز، لأن المهر بسبب إذنه، لأن المهر بسبب إذنه، إذن من؟ إذن المولى، ظهر في حقه وتعلق برقبة عبده، وصار كدين استدانه العبد المأذون له في التجارة. والدين الذي لزم العبد المأذون في التجارة يتعلق بما؟ برقبة، برقبة العبد، يباع العبد به، يباع العبد به. طبعا يرجع قنا عندما يباع، أن هو عجز عن المكاتبة، بمجرد ما عجز عن المكاتبة يرجع قنا. قال ولو بيع القن مرة، بيع القن مرة من أجل سداد المهر، لم يفتده سي، حيث لم يفتده سيده. قال ولو بيع القن، الآن المهر مثلا 100 درهم، بيعنا هذا العبد ب50 ولم يفي المهر، ماذا نفعل؟ هل يطالب السيد؟ قال لا يطالب. ولكن هل يباع العبد مرة ثانية؟ قال لا يباع العبد مرة ثانية. ماذا نفعل؟ قال يصبح 50 درهم دين في رقبة هذا العبد، فإذا ما عتق سددها لزوجته. واضح أحبابنا؟ قال ولو بيع القن مرة حيث لم يفتده سيده ولم يفي ثمنه بالمهار، لم يبع ثانيا، بل يطالب بما بقي بعد العتق، بعد أن يعتق. الآن عندنا مسألة ثانية، عبد تزوج، عبد تزوج، بعناه المرة الأولى وأعطينا ثمنه للمهر للزوجة، الآن يجب عليه أن ينفق على زوجته، استمر سنة هكذا وبقي النفقة دينا في ذمته، يباع ثانيا، من عند السيد الثاني يباع ويؤخذ من ثمنه مقدار النفقة، تراكمت النفقة مرة ثانية يباع ثالثا، تراكمت النفقة مرة رابعة يباع رابعا، وهكذا يباع على سيده أو يفتديه سيده ويدفع هو النفقة. لذلك قال ولو بيع في النفقة مرة بيع فيها مرة أخرى، فيها بيع فيها أخرى، لأن النفقة تجب ساعة فساعة، فلم يقع البيع في جميعها، لم يقع البيع في جميع النفقة بخلاف المهر. أما المهر لما بيع هذا العبد بيع في جميع المهر. قال ولو مات العبد سقط المهر والنفقة لفوات محل الاستيفاء. واضح الكلام إن شاء الله. قال ويسعى الآخران، أي المكاتب والمدبر، ولا يباعان فيه. طبعا المكاتب هنا ما لم يعجز، ما لم يعجز نفسه، ولا يباعان فيه. لما؟
قال لعدم احتمالهما، يعني لأن كلا من المدبر والمكاتب لا يحتمل لا يقبل البيع. يعني الآن عندي عبد كاتبته ليس لي أن أبيعه، هذا لا يقبل البيع. عندي عبد مدبر لا يقبل البيع هذا. قال ويسعى الآخران أي المكاتب والمدبر ولا يباعان فيه في المهر لعدم احتمالهما النقل من ملك إلى ملك حال قيام الكتابة والتدبير. لذلك قلنا المكاتب إذا عجز نفسه جاز أن يباع، فيستوفى المهر يعني من كسبهما، من كسب المكاتب والمدبر لا من أنفسهما. قيد بإذن المولى، قيد بإذن المولى، لأن العبد أو المدبر أو المكاتب إن تزوج بغير إذن المولى ودخل يعني وطئ زوجته ثم فرق المولى بينهما لا يطالب واحد منهم بالمهر إلا بعد العتق. قال والإذن أي إذن المولى لعبده بالنكاح، والإذن أي إذن المولى لعبده بالنكاح سواء عين المرأة أو لم يعينها يعم جائزه وفاسده عند أبي حنيفة. يعني رجل عنده عبد وأذن له بالزواج، أذن له فقال له أذنت لك بالنكاح. قوله أذنت لك بالنكاح يشمل النكاح الصحيح والنكاح الفاسد، فلو تزوج نكاحا فاسدا يفرق بينه وبين زوجته، فهل له أن يتزوج مرة ثانية بالإذن السابق؟ ليس له، لأن الإذن لا يتكرر. واضح الكلام أحبابنا؟ وسيأتي الكلام عن ذلك. قال والإذن أي إذن المولى لعبد. أما الصاحبان ماذا قالا؟ ماذا قالا؟ قالا الإذن لا يتناول إلا النكاح الصحيح. لذلك انتبه، لو قال لعبده أذنت لك بالنكاح فتزوج نكاحا فاسدا، له ليس له أن يتزوج امرأة غيرها أو ليس له أن يتزوجها نفسها بعد ذلك نكاحا صحيحا إلا بإذن آخر من السيد عند أمن؟ عند أبي حنيفة. أما الصاحبان فماذا قال؟ لو تزوجها زواجا فاسدا قاله أذنت لك أن تتزوج، فذهب وتزوج بنكاح فاسد، فرق بينهما، قالا له أن يتزوجها ثانيا بنكاح صحيح أو يتزوج غيرها نكاحا صحيحا بالإذن السابق. ليه؟ قال لأن الإذن لما أذن له أن يتزوج هذا الإذن لا يتناول إلا النكاح الصحيح ولا يتناول النكاح الفاسد، فيكون النكاح الصحيح حصل بدون إذن سيده ولم يستهلك الإذن عندها. هذا الكلام هو تفسير لما سيقوله الآن الشيخ. قال والإذن إذا أي إذا أي إذن المولى لعبده بالنكاح سواء عين المرأة أو لم يعينها يعم جائزه وفاسده عند سيد أبي حنيفة. نعم. الله. حتى يباع العبد في مهر النكاح الفاسد لو أنه وطئها، لو وطئ زوجته في النكاح الفاسد يباع عند أبي حنيفة، فيتوقف تزوجها ثانيا صحيحا يعني بنكاح صحيح، يتوقف تزوج المرأة نفسها التي تزوجها بالنكاح الفاسد، أراد الآن أن يتزوجها زواجا صحيحا أو أراد أن ينكح غيرها نكاحا صحيحا، يتوقف على ماذا؟ على إذن جديد. قال فيتوقف تزوجها ثانيا صحيحا على الإجازة على إذن جديد. فهمنا أحبابنا؟ الإذن الأول انتهى
عمل به مرة واحدة. وقال يخص جائزه، يعني عندهما الإذن يتناول النكاح الصحيح فقط، وبالتالي لا يطالب بالمهر، لا يطالب بالمهر بالنكاح الفاسد، يعني لا يباع العبد بالنكاح الفاسد لو أنه وطئ زوجته بالنكاح الفاسد. قال به قال مالك والشافعي قال فلا يباع في مهر الفاسد بل يطالب به بالمهر العبد بعد العتق، بل يطالب العبد بالمهر بعد العتق. قال ولا يتوقف تزوجها، يعني لو أردنا أن يتزوجها مرة ثانيا صحيحا على الإجازة، بل يعمل بالإذن السابق الأول، لأن المقصود من نكاح العبد عفته، وذلك يعني تحقيق هذا المقصود بالجائز، بالعقد الجائز دون الفاسد، لأن العقد الفاسد النكاح الفاسد لا يفيد الحلة، وصار كالتوكيل بالنكاح حيث يتناول الجائز دون الفاسد. لو أنا وكلت زيد أن يزوجني فذهب وزوجني بنكاح فاسد، أنا لا يلزمني شيء، أنا لو وكلتك بزواج نكاح صحيح. ولأبي حنيفة أن الإذن مطلق فيجري على إطلاقه، لذلك قالوا لو نوى المولى، لو نوى على مذهب أبي حنيفة، لو نوى المولى بالإذن النكاح الصحيح تقيد به. لو قال السيد للقاضي قال أنا لما قلت له اذهب وتزوج نويت تزوج نكاحا صحيحا، قال يصدق قضاء وديانة. هذه من المسائل التي يقبل فيها ما نواه الإنسان قضاء وديانة. الأصل لا يقبل قضاء ما نواه الإنسان، إن هذه النية غيب. هذه من المسائل التي يقبل فيها قوله قضاء وديانة. قال ولو نوى، لو قال السيد أنا نويت بقولي له تزوج أي نكاحا صحيحا، قال يقبل قضاء وديانة. قال ولأبي حنيفة أن الإذن مطلق فيجري على إطلاقه ولا يقيد بالصحيح كالإذن بالبيع. قال والتوكيل بالنكاح لأن يرد على الصاحبين إنما يقيد بالجائز بدلالة أن مطلوب الموكل ثبوت حل الوطئ، ثبوت الحل، وبالنكاح الفاسد لا يثبت حل الوطئ. فهمنا أحبابنا؟ الأحباب إذا في شيء غير واضح ما في مشكلة، يعني لعلي أنا لا يعني لم أوصل الفكرة لكم بشكل، نعم تفضل سام. كلما لا الإذن مرة واحدة، الثانية نكاحا فاسدا تزوج المرة الثانية، تزوجها نفسها أو غيرها مرة ثانية بالإذن السابق لا يصح، يتوقف على إجازة السيد بعد ذلك، يعني هذا النكاح موقوف. يعني أنا قلت لفلان تزوج فذهب وتزوج نكاحا فاسدا فرقنا بينهم، ثم بعد ذلك تزوجها مرة ثانية نكاحا صحيحا، هل هذا النكاح نافذ أم موقوف؟ موقوف، يتوقف على إجازتي، لأنه عمل بإذني مرة فلا يعمل به مرة ثانية، يحتاج إلى إذن جديد وأنا لم أعطه الإذن الجديد فيتوقف على إجازتي. واضح؟ تمام. كلما الإذن لمرة واحدة فقط، الإذن لمرة واحدة، فإن عمل به فإن أراد أن يكرر يحتاج إلى إذن جديد. والتوكيل بالنكاح إنما يقيد بالجائزة. أنا إذا وكلتك على فرض يعني وكلتك أن تزوجني
قلت لك زوجني. ماذا أقصد من قولك وكلني وزوجني؟ أقصد من ذلك أني أريد امرأة يحل لي أن أستمتع بها، نكاح صحيح. فإذا بك زوجتني بنكاح فاسد، ما يصح هذا. أنت الآن لم تعمل بالتوكيل، عملت على خلاف التوكيل، واضح؟ قال ومن زوج أمته، ومن زوج أمته إن كانت قناً، ماذا يعني قناً؟ يعني عبدة، أمة خالصة غير مدبرة ولا أم ولد ولا مكاتبة، أو مدبرة أو أم ولد، لا يجب عليه التبوئة، لا يجب على السيد أن يبوئها، يعني أن يسلمها. سيأتي الآن. مصدر بوأته منزلاً أي أسكنته إياه، وهي التبوئة الآن المراد بها أن يخلي المولى بين الأمة وبين زوجها بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها. لا يجب على السيد أن يبوئ الأمة زوجها، عنده أمة زوجها لزيد حر، هل يجب على السيد أن يبوئها أن يسلمها لزوجها ليلا ونهارا ويمتنع عنه أن يستخدمها؟ يمتنع عنه فقط وطؤها، ليس له أن يتمتع بها. قال حتى لو كانت الأمة تذهب وتجيء وتخدم مولاها لا يكون ذلك تبوئة، وإنما لا يجب على المولى إذا زوج أمته تبوئتها. ليه؟ قال لأن حقه حق السيد أقوى من حق الزوج، وإن حقه يعني حق الزوج حق السيد في رقبة الأمة واستخدامها، وحق الزوج في التمتع بها، وتبوئتها يبطل استخدامها، يبطل استخدامها، واستخدامها لا يبطل التمتع بها، لأنه السيد يقول للزوج إذا ظفرت بها فجامعها، طأها متى ظفرت بها، أنا المقصود من زواجك أن تستمتع بها، فاستمتع بها متى قدرت. فإذا قيامها بخدمة الزوج لا يمنع استمتاع الزوج بها، ولكن التبوئة تمنع قيام حق السيد. قال ولا نفقة على الزوج، ولا نفقة على زوج الأمة المذكورة إلا بها، يعني الزوج الآن لا يلزمه النفقة على الأمة إلا إذا بوأها السيد الزوجة. قال إلا بها أي إلا بالتبوئة، لأن نفقته عليها جزاء احتباسها، ولا يوجد احتباسها إلا بتبوئتها. قال ويطأ الزوج إن ظفر بها خالية من خدمة مولاها. وأما المكاتبة فلها النفقة والسكنى، المكاتبة، وإن لم يوجد التبوئة، وإن لم يوجد التبوئة لها النفقة من زوجها ولها السكنى وإن لم يبوئها. والفرق بينها وبين الأمة، والفرق بينها بين المكاتبة وبين الأمة والمدبرة وأم الولد أن المولى لا يملك استخدام المكاتبة، ليس له حق في رقبتها مدة المكاتبة، فلا تحتاج إلى تبوئة المولى، ويملك المولى استخدامهن، استخدام الأمة والمدبرة وأم الولد، فيحتجن يعني الأمة والمدبر أم الولد إليها إلى التبوئة. قال ولو خدمته، ولو خدمته يعني خدمت السيدة بعد التبوئة، بوأها الآن السيد، بوأها فصارت تخدمه، تخدم السيدة. قال ولو خدمته بلا استخدامه، لم يطلب هو منها الخدمة، هي خدمته متبرعة، مع التبوئة لا تسقط نفقتها،
وكذا لو استخدمها المولى نهارا وأعادها إلى بيت الزوج ليلا. إيه نعم. ولكن هنا لو استخدمها المولى نهارا وأعادها إلى بيت الزوج ليلا، قالوا تكون نفقة النهار على السيد ونفقة الليل على الزوج. إذن هكذا ذكر القهستاني ناقلا عن القنية. وله أي للمولى إنكاح عبده الذي ليس بمكاتب، للمولى أن يزوج عبده الذي ليس بمكاتب صغيرا كان أو كبيرا، وإنكاح آمته كذلك كرها أي بلا رضاهما، لا يشترط موافقتهما على النكاح، وليس معناه أن يحملهما على النكاح بضرب أو نحوه، بل المراد يعني أن ينفذ تزويجه عليهما بدون رضاهما، وهذا ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف لا ينفذ تزويج الأمة تزويج المولى عبده إلا برضاه، لا ينفذ. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف لا ينفذ تزويج المولى عبده إلا برضاه دون أمته. ليه؟ قال لأن هذا العبد إذا كان لا يريد الزواج، الطلاق بيد من ملك الساق، لو زوجه الآن بدون رضاه بعد العقد مباشرة يقول طلقته، زوجها مرة ثانية طلقته، مرة ثالثة طلقته، فلا بد من رضاه، لا بد من رضا العبد. قال هذا قول، هذا رواية ثانية عن أبي يوسف أبي حنيفة، وهو قول الشافعي، لأن ما يرد عليه التزويج وهو الاستمتاع مملوك للمولى من الأمة دون العبد، فكان المولى في تزويج العبد كالأجنبي من الملا من الأمة كالأجنبي من الأمة. وتوضيحه أن تزويجه بغير رضاه لا يفيد مقصود النكاح، لأن الطلاق بيد من له الساق، فيطلقها العبد يعني من ساعته طلبا للفراق. هذا بيان للرواية الثانية عن أبي حنيفة ولقول الشافعي. ولنا أن تزويج المولى أمته ليس لملكه بضعها بل لملكه رقبتها، وذلك ثابت في العبد، وملك الرقبة ثابت في العبد، فيجوز له أن يزوجه بغير رضا. انتهى الآن الكلام، الآن كلام جديد. قال ولا يجوز للمولى تزويج المكاتب والمكاتبة بغير رضاهما، ولا يجوز للمولى تزويج المكاتب والمكاتبة بغير رضاهما، لأنهما التحقا بالأحرار في حق التصرفات. قال وخيرت أمة سواء كانت مدبرة أو أم ولد زوجها المولى برضاها أو بدونه، أما زوجها سيدها برضاها أو بإكراه بعد أن صارت حرة لها أن تختار نفسها، وإن كانت قد تزوجت برضاها لها أن تختار نفسها. قال وخيرت أمة ومكاتبة عتقت واحدة منهما سواء كانت هذه الأمة أو المكاتبة تحت حر أو عبد. وقال الشافعي لا خيار للأمة إذا عتقت وزوجها حر، وبه قال مالك وأحمد. أما عندنا بقطع النظر إذا كان زوجها حر أو عبد لها أن تختار نفسها. ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات في حرية زوج بريرة وعدمها، هل كان زوج بريرة التي
أعتقتها عائشة رضي الله عنها، وكان قد تزوجها مغيث. هل فلما أعتقتها عائشة رضي الله عنها أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن لها أن تختار نفسها، فاختارت نفسها وصار مغيث يمشي في الشوارع يبكي وهو يريدها، يريدها من حبها. الحب بذل، وأجمل أرقى أنواع الذل هو الذل الذي يحصل لمن تعلق قلبه بالله جل وعلا. الحب عندما تحب الله عز وجل تذل نفسك لله فيرفعك الله عز وجل. أما ما عدا ذلك إذا ما أحببت شيئا أصبحت عبدا له، يسترقك، يأمرك بالذهاب فتذهب ويأمرك بالعودة فترجع. نعم. فاختلف الفقهاء هل كان مغيث عبدا أم حرا؟ هنا منشأ الخلاف. قال: ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات في حرية زوج بريرة وعدمها، فما يدل على أنه حر ما روى الجماعة إلا مسلماً من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة، واللفظ للبخاري أنها قالت: يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها، أي قصدت شراءها لذلك، وإن أهلها يشترطون ولاءها، أي لهم يشترطون أن يكون ولاءها لهم، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. قال: فاشترتها فأعتقتها. قال: وخيرت، يعني بريرة، فاختارت نفسها وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه، يعني هي كرهانة لأبعد حال، أي مع زوجها. قال الأسود: وكان زوجها حرا. ورواه البخاري أيضا من حديث الحكم عن إبراهيم، وقال في آخره: قال الحكم: وكان زوجها حرا. وأخرج النسائي عن علقمة والأسود أنهما سألا عائشة عن زوج بريرة فقالت: كان حرا يوم أعتقت. شوف ماذا قالت: كان حرا يوم أعتقت. ومما يدل على أنه كان عبدا ما روى الجماعة إلا مسلما عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للعباس: ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة ومن شدة بغض بريرة مغيثا؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: لو راجعتيه. قالت: يا رسول الله أتأمرني به؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا أشفع. لا، ليس أمرا، إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. سبحان الله. إياك أن تملك قلبك لأحد غير الله فيذلك تماما. والله يا أستاذ، اتصل في مرة شخص وأنا هو طالب علم، والله أحزنني وأبكاني. قال لي: يحب زوجته كثيرا وهي تذله. قال لي: أنا ما أستطيع أن أتركها. قال لي: تذلني تماما لدرجة أنها تأمره بأن يلبسها نعلها وأن ينظف لها نعلها. وقال لي: والله أنا تعجبت من تعلقه بها. أنا قلت له: لعلك مسحور أنت. قال: أمرتني أكثر من مرة أن يقبل قدميها. هنا فقال لي: أنا أحبها، لا أستطيع أن أعيش بدونها أبدا. هنا فإياك أن تملك قلبك لغير الله عز وجل. أحبب حبيبك هونا ما، وأبغض بغيضك هونا ما. أحبب من شئت فإنك مفارقه.
هاتان وصيتان، وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنا، ووصية جبريل عليه السلام لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فعلى رسلك في الحب، الحب أحبابنا القلب هكذا له قشرة خارجية، إياك أن يتجاوز الحب هذه القشرة إلى الداخل، في الداخل محمي ليس فيه إلا الله، أما على القشرة فوق ما في مشكلة، أبكي سائر أنواع الحب خارجا، أما في الداخل الباب مغلق ممنوع الدخول. واضح الكلام أحبابنا؟ الله، والله الآن تذكرت وهو يكلمني عن طريق الفيسبوك، لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله السلام لنا وله ولجميع المسلمين. وأما ما رواه مسلم أبو داود والنسائي عن عائشة أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا، فليس فيه سوى أنه كان عبدا، وهو محتمل لأنه كان عبدا قبل العتق، فلا يعارض صريح قولها كان حرا يوم اعتقت، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. ورواية أبي داود حين اعتقت، قال الطحاوي وإذا اختلفت الآثار وجب التوفيق، يعني الجمع بين هذه الآثار، فنقول إنا وجدنا الحرية تعقب الرقة، يعني تأتي بعد الرق، ولا ينعكس، لا يكون حرا ثم يصبح عبدا، فيحمل على أنه كان حرا عندما خيرت، عبدا قبله، يعني لما كانت زوجة له كان عبدا وكانت أمة، فأعتقت الآن، أعتقت بعد أن أعتقت بفترة أعتق هو فخيرت وقد كان حرا. قال فيحمل على أنه كان حرا عندما خيرت عبدا قبله قبل تخييرها، ولو ثبت أنه عبد لا ينفي الخيار لها تحت الحر، لا ينفي الخيار لها تحت الحر، إذ لم يجع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما خيرها لكونه عبدا، أي بل إنما خيرها لصيرورتها معتوقة، بقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة اذهبي فقد عتق معك بضعك، رواه الدارقطني. روى ابن سعد في الطبقات عن عامر الشعبي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لبريرة لما عتقت، لما عتقت، أنا أقول عتقت 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 خطأ، عتقت هذا كله إيش؟ بالفتح، فتح الأول مبني للفاعل، حتى نقل ابن عابدين رحمه الله عن أبي السعود عن الحموي أنه لا يجوز ضمه بالبناء للمفعول به، ليه؟ قال لأنه لازم لا يجوز، فكل هذه عتقت، قد عتق بضعك وليس عتقا. قال فهذا حكم مطلق فلا يقيد بما إذا كان زوجها عبدا. ثم أسند الطحاوي عن ابن سيرين والشعبي تخير حرا كان زوجها أو عبدا، وعن طاووس أنه قال للأمة الخيار إذا عتقت وإن كانت تحت قرشي، وعن مجاهد تخير وإن كانت تحت أمير المؤمنين، ورواه ابن أبي شيبة أيضا عنهم. قال وإن نكحت أمة، فهمنا أحبابنا؟ في إشكال؟ قال وإن نكحت أمة بلا إذن من مولاها
الآن تزوجت أما بدون إذن من سيدها فعتقت، بعد ذلك أعتقها فعتقت، يعني أعتقها سيدها قبل أن يأذن بنكاحها، يعني قبل أن يأذن بنكاحها. قال فعتقت، فهمنا إيش يعني؟ مو ليس فعتقا، صلح الضبط، فعتقت يعني قبل إذن مولاها. نعم، يعني المولى علم بأنها تزوجت بدون إذنه فأعتقها، فأعتقها قبل أن يأذن لها، وكذلك أعتقها قبل أن يطأها. يعني زيد عنده أمة هند أخبرته بأنها تزوجت من بكر، فإذا به أخذها زيد، أخذ أمته ووطئها، فلما وطئها بطل النكاح، بطل نكاحها من بكر، واضح؟ فهنا إذن لابد من هذين القيدين، وإن نكحت أمة بلا إذن من مولاها فعتقت يعني قبل إذن مولاها وقبل أن يطأها مولاها، وقبل أن يطأها مولاها، لأن الوطأ للنكاح، الوطأ فسخ للنكاح، فسخ للنكاح. نعم، طبعا هذا الوطأ فسخ للنكاح عند أبي يوسف خلافا لمحمد، الإمام محمد قال لا يفسخ النكاح، الإمام محمد قال لا يفسخ النكاح. نعيد فنقل العبارة، وإن نكحت أمة بلا إذن من مولاها فعتقت نفذ النكاح بلا خيار لها، هنا لا خيار لها، ليه؟ قال لصدوره من أهله، لصدور النكاح من أهله مضافا إلى محله. قال وقد وتوقفه على إذن المولى قد زال بالعتق، كان موقوف لما كانت أمة ولكن الآن هي حرة. وفي المحيط هذا إذا كانت أمة أو مدبرة، وإن كانت أم ولد لا ينفذ النكاح. ليه؟ قال لأن العدة وجبت عليها من المولى كما اعتقت، فلما تعتق أم الولد يلزمها العدة، والعدة تمنع نفاذ النكاح، والعدة تمنع نفاذ النكاح. ليس لها، إن وطئ مرة مرة أو سيأتي معنا أنه يعني يستحب أن يستبرئها، يستحب أن يستبرئها، ليس واجبا على خلاف ذلك. قال وما سمي من المهر فللسيد لو وطئت فعتقت بعد الوطء، يعني المهر للسيد لو وطئت قبل العتق، يعني إن أما تزوجت بدون إذن سيدها ولم يوافق بعد فوطئها زوجها ثم أعتقها سيدها، المهر لمن؟ للسيد. ليه؟ قال لأن الوطأ كان في ملكه، كان في ملكه. قال لأن الزوج استوفى منافع مملوكة للمولى فيجب البدل، فيجب البدل. قال وإن عتقت أولا أي قبل الوطء فلها، أي فما سمي للمرأة، المهر يكون للمرأة. ليه؟ قال لأن الزوج استوفى منافع مملوكة للأمة، يعني للزوجة، فيجب البدل لها. قال وزوج الأمة يعزل، أي يجوز أن يعزل عنها عند الوطء، فهو العزل هو الإنزال خارج الفرج. وزوج الأمة يعزل، يعني يجوز أن يعزل عنها عند الوطء بإذن سيدها، يعني لا التفات إلى إذنها،
وزوج الحرة يعزل عنها بإذنها. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعزل الزوج عن الأمة إلا بإذنها، لأن لها حقا في قضاء الشهوة، والعزل يخل به، يخل بتمام الشهوة. ولأبي حنيفة أن العزل لخوف الولد، وهو الولد يعني حق المولى والحرة. هي الفاصلة خطأ، هذه الفاصلة خطأ. وهو يعني الولد حق المولى والحرة، فلما كان الولد حق المولى لا يعزل الزوج عن الأمة إلا بإذن من له الحق، ولما كان الولد حق المرأة الحرة لا يعزل زوجها عنها إلا بإذنها. قال: ولأبي حنيفة أن العزل لخوف الولد، وهو أي الولد حق المولى والحرة دون الأمة، الأمة لا حق لها بالولد، فلذلك لا تستأذن بالعزل. قال: ولو عزل فظهر حبل كان يعزل عن زوجته أو أمته فظهر أنها حامل، قالوا: إن لم يعد إلى وطئها، يعني بعد أن عزل عنها أنزل خارج الفرج ثم أولج مرة ثانية، فإن قال عزلت عنها نقول له: انتظر، هل أولجت فيها بعد العزل مرة ثانية؟ إن قال نعم نقول: إذن خرج بعض المني من فرجك إلى فرجها، فهذا الولد منك. قالوا: إن لم يعد إلى وطئها أو عاد بعد البول، يعني ذهبت بول ثم عاد فوطئها، فالبول أخرج ما كان كل من مني في الإحليل، قال: جاز له نفيه، وإلا فلا. يعني إن كان قد وطئها بعد أن عزل ولم يكن قد تبول ليس له أن ينفي الولد. قال: ولو عالجت نفسها لإسقاط الحبل، الآن أرادت هي أن تسقط الحمل، حملة، هل يجوز لها أن تسقط الحمل؟ قال: ولو عالجت نفسها لإسقاط الحبل جاز، ما لم يستبن شيء من خلقه، وذلك ما لم يتم له 120 يوما. هذا الكلام فيه بحث طويل، أذكر ملخصه، أولا ماذا قال الشيخ؟ ما لم يستبن شيء من خلقه. الشيخ الكمال بن الهمام في فتح القدير قال: مراد الفقهاء بما لم يستبن، شيء من خلقه، المراد بذلك يبينه قولهم ما لم يتم له 120، يعني المراد بقولهم ما لم يستبن بعض خلقه، أي ما لم ينفخ فيه الروح، لأن الروح تنفخ بعد 120. أما استبانة الخلق، قال: فالمشاهد أن الحمل يستبين بعض خلقه في الأيام الأولى، ربما يستبين خلقه بعض خلقه في الأيام الأولى ربما. إذن لو أنها كما في أيامنا الآن الحالية رأت على الإيكو أن الجنين قد تخلق ولكن قبل 120 يوم، لها أن تنزله، ولكن انتبه، هذا قول عندنا، ولكن كثيرا من فقهائنا قالوا لا يجوز. حتى بعض فقهائنا ماذا قال؟ قال: لو أن إنسان كسر بيضة نعامة وهو محرم، بيضة نعامة وهو محرم، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الدم، أو يجب عليه قيمة النعامة. هو ماذا كسر؟ بيضة نعامة، وهذه البيضة قد يكون فيها فرخ وقد لا يكون فيها فرخ، فكيف أوجبنا عليه قيمة نعامة ونبيح لها أن تسقط جنينا قبل أن تنفخ فيه الروح؟ فلا يجوز، فذهب كثير من فقهائنا إلى أنه لا يجوز. فالقول بأن الأحناف يبيحون إسقاط الجنين قبل 120 هذا فيه تساهل.
أما كثير من فقهائنا قالوا لا يجوز ذلك إلا لضرورة عذر شرعي إلى غير ذلك. ودائما نقول الضرورة تقدر بقدرها. قلنا مولانا إلا لعلة، لمرض، لعذر شرعي إلى غير ذلك. ثم قال يعني حتى قالوا من الأعذار لو أن امرأة كانت ترضع جنينها عند ولد مرضع ترضع فحملت وبالحمل يفسد الحليب ولا يملك الزوج أجرة مرضعة، قال جاز لها أن تسقطه قبل 120. هذا من الأعذار إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب الفقهاء. ثم قال وإن وطئ الأب الحر المسلم أمة ابنه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وعنها أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن لها أن تختار نفسها، فاختارت نفسها وصار مغيث يمشي في الشوارع يبكي وهو يريدها من حبها. الحب بذل، وأجمل أرقى أنواع الذل هو الذل الذي يحصل لمن تعلق قلبه بالله جل وعلا. الحب عندما تحب الله عز وجل تذل نفسك لله فيرفعك الله عز وجل. أما ما عدا ذلك إذا ما أحببت شيئا أصبحت عبدا له، يسترقك، يأمرك بالذهاب فتذهب ويأمرك بالعودة فترجع. نعم. فاختلف الفقهاء هل كان مغيث عبدا أم حرا؟ هنا منشأ الخلاف. قال ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات في حرية زوج بريرة وعدمها، فما يدل على أنه حر ما روى الجماعة إلا مسلما من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة، واللفظ للبخاري أنها قالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها، أي قصدت شراءها لذلك، وإن أهلها يشترطون ولاءها، أي لهم يشترطون أن يكون ولاءها لهم، فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. قال فاشترتها فأعتقتها. قال وخيرت يعني بريرة فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه، يعني هي كرهانة لأبعد حال، أي مع زوجها. قال الأسود وكان زوجها حرا. ورواه البخاري أيضا من حديث الحكم عن إبراهيم، وقال في آخره قال الحكم وكان زوجها حرا. وأخرج النسائي عن علقمة والأسود أنهما سألا عائشة عن زوج بريرة فقالت كان حرا يوم أعتقت. شوف ماذا قالت، كان حرا يوم أعتقت. ومما يدل على أنه كان عبدا ما روى الجماعة إلا مسلما عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للعباس ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة ومن شدة بغض بريرة مغيثا؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام لو راجعتيه. قالت يا رسول الله أتأمرني به؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا أشفع. لا ليس أمرا، إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. سبحان الله. إياك أن تملك قلبك لأحد غير الله فيذلك تماما.
والله يا أستاذ اتصل في مرة شخص وأنا هو طالب علم، والله أحزنني وأبكاني، قال لي يحب زوجته كثيرا وهي تذله، قال لي أنا ما أستطيع أن أتركها، قال لي تذلني تماما لدرجة أنها تأمره بأن يلبسها نعلها وأن ينظف لها نعلها، وقال لي والله أنا تعجبت من تعلقه بها. أنا قلت له لعلك مسحور أنت، قال أمرتني أكثر من مرة أن يقبل قدميها هنا، فقال لي أنا أحبها لا أستطيع أن أعيش بدونها أبدا. نعم، فإياك أن تملك قلبك لغير الله عز وجل. أحبب حبيبك هونا ما، وأبغض بغيضك هونا ما، أحبب من شئت فإنك مفارقه. هاتان وصيتان، وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنا، ووصية جبريل عليه السلام لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فعلى رسلك في الحب، الحب أحبابنا القلب هكذا له قشرة خارجية، إياك أن يتجاوز الحب هذه القشرة إلى الداخل، في الداخل محمي ليس فيه إلا الله، أما على القشرة فوق ما في مشكلة، أبقي سائر أنواع الحب خارجا، أما في الداخل الباب مغلق ممنوع الدخول. واضح الكلام أحبابنا؟ الله، والله الآن تذكرت وهو يكلمني عن طريق الفيسبوك، لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله السلام لنا وله ولجميع المسلمين. وأما ما رواه مسلم أبو داود والنسائي عن عائشة أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا، فليس فيه سوى أنه كان عبدا، وهو محتمل لأنه كان عبدا قبل العتق، فلا يعارض صريح قولها كان حرا يوم اعتقت، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. ورواية أبي داود حين اعتقت، قال الطحاوي وإذا اختلفت الآثار وجب التوفيق، يعني الجمع بين هذه الآثار، فنقول إنا وجدنا الحرية تعقب الرقة، يعني تأتي بعد الرق، ولا ينعكس، لا يكون حرا ثم يصبح عبدا، فيحمل على أنه كان حرا عندما خيرت، عبدا قبله، يعني لما كانت زوجة له كان عبدا وكانت أمة، فأعتقت الآن، أعتقت بعد أن أعتقت بفترة أعتق هو، فخيرت وقد كان حرا. قال فيحمل على أنه كان حرا عندما خيرت عبدا قبله، قبل تخييرها، ولو ثبت أنه عبد لا ينفي الخيار لها تحت الحر، لا ينفي الخيار لها تحت الحر، إذ لم يجع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما خيرها لكونه عبدا، أي بل إنما خيرها لصيرورتها معتوقة، لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة اذهبي فقد عتق معك بضعك، رواه الدارقطني. روى ابن سعد في الطبقات عن عامر الشعبي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لبريرة عتقت، هذا كله إيش؟ بالفتح، فتح الأول مبني للفاعل، حتى نقل ابن عابدين رحمه الله عن أبي السعود عن الحموي أنه لا يجوز ضمه بالبناء للمفعول به. ليه؟ قال لأنه لازم لا يجوز، فكل هذه عتقت،
قد عتق بضعك وليس عتقا. قال فهذا حكم مطلق فلا يقيد بما إذا كان زوجها عبدا. ثم أسند الطحاوي عن ابن سيرين والشعبي تخير حرا كان زوجها أو عبدا. وعن طاووس أنه قال للأمة الخيار إذا عتقت وإن كانت تحت قرشي. وعن مجاهد تخير وإن كانت تحت أمير المؤمنين. ورواه ابن أبي شيبة أيضا عنهم قال وإن نكحت أمة. فهمنا أحبابنا؟ في إشكال؟ قال وإن نكحت أمة بلا إذن من مولاها. الآن تزوجت أمة بدون إذن من سيدها فعتقت، بعد ذلك أعتقها فعتقت، نعم، يعني أعتقها سيدها قبل أن يأذن بنكاحها، يعني قبل أن يأذن بنكاحها. قال فعتقت، فهمنا إيش يعني؟ وليس فعتقت، صلح الضبط، فعتقت يعني قبل إذن مولاها، نعم، يعني المولى علم بأنها تزوجت بدون إذنه فأعتقها، فأعتقها قبل أن يأذن لها، وكذلك أعتقها قبل أن يطأها. يعني زيد عنده أمة هند أخبرته بأنها تزوجت من بكر، فإذا به أخذها زيد، أخذ أمته ووطئها، فلما وطئها بطل النكاح، بطل نكاحها من بكر، واضح؟ فهنا إذن لابد من هذين القيدين، وإن نكحت أمة بلا إذن من مولاها فعتقت يعني قبل إذن مولاها وقبل أن يطأها مولاها، وقبل أن يطأها مولاها، لأن الوطأ للنكاح، الوطأ فسخ للنكاح، فسخ للنكاح، نعم. طبعا هذا الوطأ فسخ للنكاح عند أبي يوسف خلافا لمحمد. الإمام محمد قال لا يفسخ النكاح، الإمام محمد قال لا يفسخ النكاح. نعيد فنقل العبارة، وإن نكحت أمة بلا إذن من مولاها فعتقت نفذ النكاح بلا خيار لها. هنا لا خيار لها، ليه؟ قال لصدوره من أهله، لصدور النكاح من أهله مضافا إلى محله. قال وقد وتوقفه على إذن المولى قد زال بالعتق. كان موقوف لما كانت أمة، ولكن الآن هي حرة. وفي المحيط هذا إذا كانت أمة أو مدبرة، وإن كانت أم ولد لا ينفذ النكاح. ليه؟ قال لأن العدة وجبت عليها من المولى كما أعتقت، فلما تعتق أم الولد يلزمها العدة، والعدة تمنع نفاذ النكاح، والعدة تمنع نفاذ النكاح. ليس لها، إن وطئ مرة مرة أو سيأتي معنا أنه يعني يستحب أن يستبرئها، يستحب أن يستبرئها، ليس واجبا على خلاف في ذلك. قال وما سمي من المهر فللسيد لو وطئت فعتقت بعد الوطئ، يعني المهر للسيد لو وطئت قبل العتق، يعني إن أما تزوجت بدون إذن سيدها ولم يوافق بعد فوطئها زوجها ثم أعتقها سيدها،
المهر لمن؟ للسيد. ليه؟ قال لأن الوطأ كان في ملكه، كان في ملكه. قال لأن الزوج استوفى منافع مملوكة للمولى فيجب البدل، فيجب البدل. قال وإن عتقت أولا أي قبل الوطء فلها، أي فما سمي للمرأة، المهر يكون للمرأة. ليه؟ قال لأن الزوج استوفى منافع مملوكة، مملوكة للأمة يعني للزوجة، فيجب البدل لها. قال وزوج الأمة يعزل، أي يجوز أن يعزل عنها عند الوطء. فهو العزل هو الإنزال خارج الفرج. وزوج الأمة يعزل، يعني يجوز أن يعزل عنها عند الوطء بإذن سيدها، يعني لا التفات إلى إذنها. وزوج الحرة يعزل عنها بإذنها. وقال أبو يوسف ومحمد لا يعزل الزوج عن الأمة إلا بإذنها، لأن لها حقا في قضاء الشهوة، والعزل يخل به، يخل بتمام الشهوة. ولأبي حنيفة أن العزل لخوف الولد، وهو الولد يعني حق المولى والحرة. هي الفاصلة خطأ، هذه الفاصلة خطأ. وهو يعني الولد حق المولى والحرة، فلما كان الولد حق المولى لا يعزل الزوج عن الأمة إلا بإذن من له الحق، ولما كان الولد حق المرأة الحرة لا يعزل زوجها عنها إلا بإذنها. قال ولأبي حنيفة أن العزل لخوف الولد، وهو أي الولد حق المولى والحرة دون الأمة، الأمة لا حق لها بالولد، فلذلك لا تستأذن بالعزل. قال ولو عزل فظهر حبل، كان يعزل عن زوجته أو أمته فظهر أنها حامل، قالوا إن لم يعد إلى وطئها، يعني بعد أن عزل عنها أنزل خارج الفرج ثم أولج مرة ثانية، فإن قال عزلت عنها نقول له انتظر، هل أولجت فيها بعد العزل مرة ثانية؟ إن قال نعم نقول إذن خرج بعض المني من فرجك إلى فرجها، فهذا الولد منك. قالوا إن لم يعد إلى وطئها أو عاد بعد البول، يعني ذهبت بول ثم عاد فوطئها، فالبول أخرج ما كان كل من مني في الحليل، قال جاز له نفيه، وإلا فلا، يعني إن كان قد وطئها بعد أن عزل ولم يكن قد تبول ليس له أن ينفي الولد. قال ولو عالجت نفسها لإسقاط الحبل، الآن أرادت هي أن تسقط الحمل، حملة، هل يجوز لها أن تسقط الحمل؟ قال ولو عالجت نفسها لإسقاط الحبل جاز، ما لم يستبن شيء من خلقه، وذلك ما لم يتم له 120 يوما. هذا الكلام فيه بحث طويل، أذكر ملخصه، أولا ماذا قال الشيخ؟ ما لم يستبن شيء من خلقه. الشيخ الكمال بن الهمام في فتح القدير قال مراد الفقهاء بما لم يستبن، ما لم يستبن شيء من خلقه، المراد بذلك يبينه قولهم ما لم يتم له 120، يعني المراد بقولهم ما لم يستبن بعض خلقه، أي ما لم ينفخ فيه الروح، لأن الروح تنفخ بعد 120. أما استبانة الخلق قال فالمشاهد أن الحمل يستبين بعض خلقه في الأيام الأولى، ربما يستبين خلقه بعض خلقه في الأيام الأولى ربما. إذن لو أنها كما في أيامنا الآن الحالية رأت على الإيكو
أن الجنين قد تخلق ولكن قبل 120 يوم لها أن تنزله، لها أن تنزله. ولكن انتبه، هذا قول عندنا، ولكن كثيرا من فقهائنا قالوا لا يجوز. حتى بعض فقهائنا ماذا قال؟ قال لو أن إنسان كسر بيضة نعامة وهو محرم، بيضة نعامة وهو محرم، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الدم، أو يجب عليه قيمة النعامة. هو ماذا كسر؟ بيضة نعامة، وهذه البيضة قد يكون فيها فرخ وقد لا يكون فيها فرخ، فكيف أوجبنا عليه قيمة نعامة ونبيح لها أن تسقط جنينا قبل أن تنفخ فيه الروح؟ فلا يجوز، لا يجوز. فذهب كثير من فقهائنا إلى أنه لا يجوز. فالقول بأن الأحناف يبيحون إسقاط الجنين قبل 120 هذا فيه تساهل. أما كثير من فقهائنا قالوا لا يجوز ذلك إلا لضرورة، عذر شرعي إلى غير ذلك. ودائما نقول الضرورة تقدر بقدرها. قلنا مولانا إلا لعلة، لمرض، لعذر شرعي إلى غير ذلك. ثم قال، يعني حتى قالوا من الأعذار لو أن امرأة كانت ترضع جنينها عند ولد مرضع ترضع، فحملت وبالحمل يفسد الحليب ولا يملك الزوج أجرة مرضعة، قال جاز لها أن تسقطه قبل 120. هذا من الأعذار إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب الفقهاء. ثم قال وإن وطئ الأب الحر المسلم أمة ابنه. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.